بسافس. إذا مثل ما حكينا بذكر المحاضرة الأولانية كان عن التشريح والفيزيولوجيا والهيستولوجي كيف تحصل المريض، طبقات الشبكية شو بنشوف في قرار العين، السي جي شو بذكركم اسم التعصيب الحسي للشبكية والماشينية ما في، وإنه التغذية تبعها صارت ثنائية بشكل ديفيوز من الماشينية وطبقة الحية طبقة العالية تحت الشبكية والأربعين من تسب فيها بشدة معمولة من الشبكية والقسم الداخلي عند الغرفة الضفيرية الخارجية تكون من الشرايين الشبكية المركزية الفروع. حكينا بالمحاضرة السابقة عن انسداد الشرايين الشبكية المركزية بتفسير علامة الكرازة الحمراء، إنه هي المنطقة من النقطة تاع الكفالة المركزية تعلقها الصفراء هي خالية من النسيج الدبقي، ما فيها أوعية وبالتالي ما بصير فيها ودمع البدن، ما بصير فيها انسداد الشرايين الشبكية المركزية، وتحافظ على شفافيتها الشبكية شافية وليس مالة لون نهائيا. تمام، بين من وراها المنعكس على الار بي اي وعلى الماشينية وقطع الحمراء على الشبكية المتوذبة. إذا الشبكية متوذبة شاحبة وعلامة الكرزة الحمراء والعلامة الثالثة رفع الرعين لانسداد الشرايين الشبكية المركزية. حكينا شحوب، بالتالي نطلع عن علامة الكرزة الحمراء قطاع السرنا. هي طيب خلص طول تكون هي ما كثير أهمية. شو؟ حليمة عصب البصل. لا حليمة ما علاقة. علامة السلك. علامة السلك. هي بالارتفاع ضغط العين مو كوليسترول كوليسترول سلك يعني سلك فضي. كوليسترول يعني سلك نحاسي. ذكر عن فضيق مو الشرايين الشبكية المركزية مو بس الشرايين الشبكية المركزية يعني شو كل فروعه لما فرض زاوية سادت معناته كل فروع الشرايين الشبكية المركزية حتى الوريد إلى حد ما تكون هي طبعا تطلع ممكن تطلع تشوف علامة عربة فطامة في محل الزمن. العلامات الثانية شو إذا الشكوى الرئيسية تبع المريض انعدام ما في عمارة ثانية انعدام حصديات رؤية الضربة الصبية صفر. والشغل الثاني حكينا عليه كمان علامة مهمة كمان اللي هو مفاجأة تقابلي ولا تقابلي تفاعل حدقة مباشر والتقابل إذا مباشر بيغيب تقابلي تمام. فليه العصب البصري تتأذى فترة متأخرة مثل ما حكينا، وإذا شفنا المريض بعد شهر رح نلاقي منظر قابل عين طبيعي يعني ما في شيء يعني بعد أسبوعين ثاني ممكن بعد شهر نلاقي بقى في شحوب وضمور حليمة عصب بصري. ليش؟ لأنه الأكسونات تبع الخلايا العقدية اللي طالعين من الشبكية اللي تجمعوا صاروا ميتين. طيب فحص المريض انه مضاق على عين مباشر ومساوئه، فحص غير مباشر مع امكانيه التفريغ وساحه واسعه، لكن الاساسي بضل المصباح الشكلي هو الاساس انه يعطينا الفوكال لايت. هلا بتشوف بالعمليه كيف الفوكال لايت شغله كثير مهمه انه يعطينا رؤيه كثير دقيقه بالطريقه النسيجيه. تمام، شو الفحص اللي بيعطينا مقاطع نسيجية حكينا عليه؟ شو او سي تي هو التصوير الطبقي التوافقي البصري للشبكية. تمام، للقسم الالماني كمان بيعمل كمان مثل ما حكينا وشفتونا بالفيديو بتذكر. طيب نشيل هاي اذا قلنا الزجاجه بنشوف التلت الامامي عشان نشوف الطبيب نحط عدسه، يا عدسه بانفون دستور موجوده بكتاب الكورستيتر او عدسه ثلاثيه المرايا، كل المرايا بتورجينا القسم المركزي برج المركز والمرايا بتورجي المحيط، وفي عدسه هي الصغيره هي عدسه بونيو لينز بسموها بتورجي زاويه البيت الامامي ومحيط محيط محيط الشبكه. تمام؟ فرصات انها حده الابصار تتذكروا وتورجينا شو المركزيه واللي مسؤول عنا شو العصب المخاري المخاري كمان شو الشغل الثاني اللي حدد الابصار رؤيه الالوان. تمام، رؤيه الالوان بينما المحيطيه بتورجينا الساحه ورؤيه بالظلام بتعمل اداره الادابتيشن. اذا هذا الجهاز فحص الساحه البصريه من عندنا شو بنحكي عليها فحص قرار العين بالفلوسين الايكو من عندنا انفصال شبكيه نتيجة ثانوية نتيجة ورم ماشينية هي من النهار تاخذ شكل مشروم. تمام، شكل الفطر. شو الاسم الثاني بالاتصال الشبكي النتحي؟
التهابات الشبكيه المشيميه، التهابات الشبكيه المشيميه، واحيانا الانسمام الحملي، مشاكل الكلى، الكلى احيانا كمان نفس الشيء تعطي انفصال نفسي. انفصال نفسي انه محدب، تمام، محدب وشوي شوي جانب، مو مثل يعني تحرك السوائل فيه اقوى اكثر من انه من الشبري او من الشقي، حتى الشقي بيرفرف رفرف، تمام، هون لا بدك فكره، واذا ما المريض تميل معهم الكتله السائله، الكتله السائله صار. تصوير طبق دمي حولي، تمام، شايفين عدسات هون وعصب البصري، اذا في شغله علاقه بالعصب البصري، مثلا عندنا ريتينوبلاستو ممكن يطلع تكلف صدر من الزجاجي، ممكن يطلع امتداد خارج العين، تمام، ممكن تشوفه على الام ار اي كمان نفس المبدا، وهي التصوير يعني تخطيط عين كهربائي وتخطيط الشبكية الكهربائي وتخطيط هرمونات المحرر والبصري. حكينا عن انفصال الشبكية، انه في علامات الاساسية شو هي؟ علامات الشبكية كلها مشاكل الشبكية شو قلنا؟ رؤية، اوكي، تمام، طافيات، دواب طائر، شرر ضوئي، تغير حجام الاشكال، تشوف شغلات صغيره، تشوف شغلات كبيره، تشوف شغلات مشوهه مثل ما كنت بسموها، تمام، تشوه مرئيات، تدني حده الابصار والساحه البصريه، لا ننسى الساحه البصريه. يعني نحن دائما بنقول دائما بنشوف المريض بشكل عام هيك بالعين انه ذات المعشره، تمام، لكن ما ننسى انه الموضوع في كمان شيء اسمه ساحه بصريه، والساحه البصريه انه في علامات، علامات قد تكون موجبة أو سالبة، يراها أو لا يراها، أو مطلقة أو نسبية. انفصال شبكي بيعطينا عدم نسبية، تمام، هذا انفصال شبكي شكله مرفع، شوف إذا تحرك خلص بس بيعمل شو رد رجع شغله، بس تفيت 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 رد رجع شغله اذا انفصال الشبكه بتذكر حكينا عن التصنيف تبعه انه في شقي لا شقي، هذا في شق هذا ما في شق، واللي ما في شق الا في شدي، في شد بالزجاجي، في شيء نزف منكمش غالبا نتيجه ارتياح شبكه السكري والنمي مختلط، تمام، او روت نافذ، تمام، هاي انفصال الشبكه الشقي مع هون الشق مع الفرس حكينا عليه، الشبكية المترفف مفصولة هون طريقة ترجيعة، هون طريقة خارجية، الحالات الطازجة لازم تكون شبكية متحركة بهدوء كمان ما في مشاكل، وهي الطريقة على كيف نعمل بالاندايركت بالضغط على العين غير المباشر، وكيف نحط سبونج مشان نعمل دفش للصلبة، والمبدأ الرابع إذا تحديد مكان الشق الشبكي إحداث التصاق التصاق التهاب العقيم بين الشبكية والمشيمية والار بي اي، وتقريب الشبكية الحسية للار بي اي والمشيمية. المبدأ الرابع إذا كانت صحيحين عليها اللي هي بذل السائل تحت الشبكة، تمام؟ هون يمكن ننظر كيف راجع الشبكية بعد الدفع. إذا كانت الشبكية قديمة وغير متحركة بدنا نلجأ لقطع زجاج مشان نحرر الشبكية، بعدين نثقبها ونسحب السائل من تحتها. أحيانا بنطلع من نفس السطر اللي موجود، نسحب السائل تحت الشبكية وبعد حواليها بنكمل. هون لاحظوا كيف الاضاءه تبع هيك، هذا اللي بنحكي عليه فوق، يعني هلا بتشوفوا جماعتكم لما بتكون عمليه لاحظوا بتكون في اضاءه بهالشكل، هذا هون معتي هون ضاوي، المنطقه هي بتعطي بشكل اوضح من اللي كان لو كان منضويه كل العين، تمام؟ اذا بعد ما تخرج شبكيه مثل ما عندما نحط ننطبق بالهواء نحط شلمونه تحت الشبكيه بتصير المي تطلع نتيجه الضغط حتى تصير العين مثل الطابه، وبعدين على الهواء الحالي ممكن نترك على الهواء طبعا يمكن بالليزر، وبعدين نشحن الشبكيه، وبعدين ممكن نترك على الهواء حالات اذا كان كثير الشغل نظيف، احيانا غاز سوريا اغلب الاحيان زيت الشغل كثير الابصار الشبكي الشدي مهم تنزيل الشد عن الشبكي، وبالتالي الامور ترجع لطبيعتها، وبدنا نعالج السبب طبعا، مو هيك؟ يعني كان مثلا عندنا ارتياح شبكي السكري النمي، بدنا علاجه شو هو؟ السكري اعتلال الشبكي السكري النمي، شو علاجه؟ ليزر ما في ليزر، بس بتقول ليزر بي ار بي بتعلقوا بي اذا عم بكون انا فحص بتعلقوا عني مو ار بي ليزر بالعربي معناتها ضوء
يعني انا كيف نعالج خلال شبكه السكر الدمي عم تعمل شو عم تجرب انت اللي ضل تخسير بالارض وين؟ بيونيفيكيشن باي ستيمولتي ديميشن وراديشن هي الليزر بس عم بقول ضل يعني ضل قوي ضل مو قوي بس ضل فما بصير اعمل ضل اسمه التخثير فوتوكوبوليشن تخثير حراري تمام بواسطه الليزر لكل الشبكه التسميه خاطئه حكينا عليها قلنا مو هي باد ريتينال مو باد ريتينال لانه القسم المركزي بيتركوا وضربه ايه ضربه لا تمام اذا هي اي حالات اعتدال الشبكيه بتبعت الوتر رح نلاقي شرايين ضيقه ممكن نلاقي مثل ما زميلك من علامه السكر النحاسي او السكر الفضي السكر النحاسي نتيجه الكوليسترول السكر الفضي نتيجه اوبليتريشن بالوعاء صار مسكر متليق طبعا بنلاقي هدوء ولا ما من التحرك الى اخره لكن الحقيقه عند المرضى خلال شبكه السكر من فرط التوتر يا تكون مرحله كثير نهائيه تمام ساعتها بنلاقي مشكله بنلاقي نتحات نجميه باللطفه ليش نجميه؟ ليش تاخذ شكل نجمي يعني؟ الا النتحات بس اما الدمعة ما تنتحت تطلع شكل دويره مو هيك؟ اي هون ليش عم يصير مثل نجمه يعني عند اللطفه؟ عند الحفيره المركزيه ما في بس حكينا على البيوتر ذكرتوا البيوتر البيوتر عم تنزل كله رايح هيك فطبعا بده يترسب بده يترسب الليبوبروتين وبعدين الكوليسترول رح يترسب بهالشكل الشعاعي رح تشكل نجم تمام طبعا ممكن نلاقي بقى ساعتها كمان وزن من حليب العصب البصري هي مراحل متاخره يعني هي الاطباء الداخليه كمان بيهم الموضوع يستكشف لاي مرحله عم يشوف الاوعيه وعم يشوف العصب هو يستكشف لاي مرحله بوصل هذا المريض تبع الضغط تبع الشريان. إلا إنه مشاكله الأساسية هي سداد الشريان الشريان المركزي ولا حكينا عن كل علاماته وعلاجه إنه تقريبا بأغلب الحالات غير مجدي إلا عند الشباب لأن تكون نتيجة مو صلبة وخفر النتيجة تضيق تشنج بالوعاء بس حل التشنج ممكن يفتح ترجع التروية هذا الحكي لازم يتم خلال الدقائق الساعات الأولى تمام قلنا نحاول نجرب لأيهم أكثر شيء مبدأه إنه نعمل الضغط فك الضغط أو بالعمليات نبذل البيت الأمامي بنزل الضغط على الصفر ممكن بالحالة السم تحرك بعطينا الانسداد فرع فرع الشبكة المركزي هنيك القدرة البصرية صفر وين ممكن القدرة البصرية ممكن تكون على وقت أقدم فرع أو مؤقتة بس رح نلاقي هون عتمي عتمي مطلقة بالجهة المقابلة لل سيدات فرع الشريان شرطي. علاش نفتح الضوء دكتور شوي؟ الدار الإضاءة الخفيفة شوي. الإضاءة الخفيفة شوي مشان تبين الصور. خفف السيدات هو اللي حكينا انه هون بصير تدني رؤية شديد يعني طبعا على اول نوعيته اذا بس مو تدني رؤية شديد مفاجئ تمام مثل هذاك كمان فجأة عم تصير قصة لكن ما بصير انعدام في ازدياد تمام بضل في رؤية. هلا الرؤيه هون مثل ما حكينا بالمره الماضيه بتذكر انه انسداد وريد الشبكه المركزي ممكن ياخذ احد نوعين فارق ولا اخفي، اذا فارق رح نلاقي الرؤيه يعني اكثر شيء على اصابع مترين للتمتر. هي بتكون حاله كثير نادره، اما هي حاله لا اخفي اللي قدامكم الماتريكس الفلورسين هي البيضه والثاني طلع اذا نظرت نظره صغيره على قاع العين كله ابيض معناته في ترميم تمام؟ في ترميم هذا حاله هي حاله مو اخفي وبالتالي القدرة البصرية ممكن تكون على الأصابع مثلا 2 3 يمكن توصل 2 من 10 3 من 10. علاج نفس المبدأ حالات خثرة ومحسنات تربية طب إذا مشان وزن هو ليش عنده حد الرؤية المدنية في عنده وزن مش حب الشبكية تمام فشو العلاج طبعا حكينا هون في بصير في نزوف وتوسع بالأوردة وتعرض بالأوردة تذكرت حكينا بنسد الوريد الشوكي المركزي طبعا الوريد يتوسع ويتعرج ويلطم وكذا مثل ريش يعني تمام واخر شيء بده ينفجر طلع لنا النزيف اللي احيانا بالعالم بسموه الدوره الروتين زي ما طيب اذا العلاج الاساسي تبع هيك حالات انه نستنى شوي يعني المريض ممكن يتحسن حرفيا يمنع مثلا قدره بصريه 2 من 10 زي خلال فتره تحسن اذا ما تحسن نعمل له تصوير يتاكد انه فعلا بيض اطفالي واذا في وزن الحفيره الرؤيه ما تحسنت لفوق مثلا ساعه 8 من 10 ممكن نعمل له حقن لا انتي بي جي اف انتي بي جي اف بزن اندوثيل جروب فاكتور عمل بنمو الدقات الوعائيه مضاد تبعه تمام
الحقيقه سالني احدكم بالمره الماضيه انه يعني بالزلد ما في توعي يعني ليش عم نعطيه؟ لانه الانتي بي جي اي في عنده تاثير خاص بانه بيقلل النفوذيه الوعائيه يعني التسريب الوعائي الرشح بخففه تمام؟ هاي الاخباري بعد حكينا عليه الدار السيء انه بيعمل زرق خفي كما بعد سموا الزرق ل 100 يوم انه نتائج الجراحيه التقليديه سيئه لكن هذا طلع انبوب صماء احمد تبع البالون اللي بينفس تنفيس يعني تحط البربيج جوا البيت الامامي فبصير يطلع له ما له علاقه بزاويه البيت الامامي. قلنا انه في انسداد فرع وري مبدا نفسه كمان طبعا عتمه بس العتمه حتكون مو مطلقه حتكون عتمه نسبيه تمام؟ شوف المريض ولا ما بشوف الريكورد؟ شوف شغله مو عاديه يعني. زرق العتمات بشوف المريض ولا ما بشوفها؟ الزرق العتمات الزرق بيشوف؟ لا ما بيشوف. هي مشكلة الزرق سايق يعني العامية بيقولوا مي سودا مشكلته انه اذا كان المريض عم يشوف مثلا ضغط العين 26 والعصب عم يتموت شيئا فشيئا والعتمات عم تكبر المريض ما بحس بشيء نهائيا. انت بيجي المريض وبلش تدن تقرب العتمات على المركز او تنصاب المركز وبهالحاله هي ما فينا نسوي له شيء فينا اذا قدرنا نعالجه بشكل جيد رح تحافظه على اللي عنده ما بنرجع له تمام؟ لذلك مرض سيء كثير غليظ وخصوصا اذا ترافق مع مثلا مي بيضاء تمام اللي هو السار او مع شغله ثانيه اللي هي اي ام دي مثلا بصير هي بتحط عليه الواحد ما بفكر انه هو من مي بيضاء ما عم يشوف الاختيار يطلع في شو انه العصب بتموت بشكل نهائي. حكينا عن اعتلال شبكه السكري طبعا مرض شائع جدا وانه بصير في تغييرات بالاوعيه تمام اللي هو السعال بالاورده وامهات الدم العلامه الاولى هي امهات الدم تمام ووذني متحرك ونزوف المتحرك غالبا بيكون قاسي بالحاله لانه عباره عن رشح بصير بالليل لكن ممكن تلتقى المتحرك هشي والمتحرك هشي عباره عن علامات مفصليه تمام قلنا يا اما الدم يا مجموعه امهات الدم يا اما اوعيه شعاريات كثير ضئيله اللي هي المرض السكري ما بتعرفوا عباره عن انجوبة تمام وبالتالي عم يصير عندنا تسريب قطع غالبا بنسميه بتوقع عندكم بسموه اعتيار قطع حلقي يعني كاين المدحات الصفرة هاي بتاخذ شكل حلقات يعني مثلا هو موجود في التسريب عم يصير في مثل حلقه هون مثل حلقه بتشكل هون مثل حلقه ليش لانه هي بتبقى لما الدم عم تطلع البلازما تبع الدم والبلازما بتطلع الليبوبروتين على اطرافه وهذا ببلش يجمع كوليسترول بيطلع لنا المدحات بالشكل اللي عم نشوفه قلنا اذا المريض عم يشوف 10 من 10 ومنظر العين رائع مو مثل هذا يعني حتى لو المريض عم يشوف 10 من 10 اذا لقينا طار العين بالشكل هذا بناخذ النتحات جايين هون وهي النتحه ما لها وجود وهي النتحه هون بس هيك كله نتحات وكذا وكذا ما لها كثير هذا المريض ما عاد بنقارنه بعد سنه ذكروا انه بنقارن بعد سنه بنضبط الحاله العامه لكن لما بكون حتى لو المريض عم يشوف 10 من 10 نحن بنحاكي بنلاقي انه لا المريض هذا كانه مهدد مو ظابط اموره بصير المريض مثلا عنده ضغط بدخن كذا الى اخره حنحاكي بنقول له لازم تبطل التدخين ما برد علينا الى اخره يعني غير متزن تماما ساعتها بهيك حاله بنجيبه مثلا لا بعد ست شهور بعد اربع شهور على وين احنا كيف بنقيم الحاله يعني ممكن تشيل الكتاب هيك تماما انا الكتاب قلت لك انه يعني اذا عم نشوف 10 من 10 بشوف بعد سنه بس دائما نحن التقييم لخبرتنا ضروري جدا بالتعامل مع المرضى. قلنا هذاك انت بنعالج وقت لاقي بلش تدني فتره بصريه تمام نشوف نعمل له تسويه فلورسين القرنين بنشوف هناك عم ترشح او بحال عم يرشح بنعمل له شو تخفيف ضوئي بالليزر شو نوعه؟ بؤري فوكر يعني محل ما عم نلاقي عم بيطلع فاذا ما مبين لان عم تبيض الشبكيه بدون ما نعرف وين محل مصدرها نعمل له انها جريد ليزر يعني شكل الشبكة ضربة أي ضربة لا ضربة أي ضربة لا تمام طبعا بدون إصابة ما بنقرب 500 ميكرون لا على الحليمي ولا على الحفيري طيب هون بعدين النوع الثاني بعد اللي قلناه عنه انه بيجي عندنا اعتلال شبكية سكري منمي هون عندنا تنمي على تلمي العصب البصري هون عندنا تنمي على الوعاء وهدول الأوعية الهشة فعطسة صريخ تضايق سجون ركوع كتاب متوالي رح يعمل لنا نزيف تمام النزف بيكتشف ممكن ما يكتشف هو حظه المريض
الانسان ما يزيد في اللعبه ضغوط عليه تمام؟ انه لازم ننبه المريض اللي بدك حاله هذا شو علاجه؟ تكسير الضوئي بالليزر لكامل الشبكيه تمام؟ بس بنقول للمريض بما يعني الليزر لان هذا انه بنعطيه موعد حكينا المره الماضيه بنعطيه موعد الاسبوع الجاي بيجي بتنازل ما عاد فينا نسوي شيء ننتظر حتى ننزل يا يكتشف ولا لا يكتشف. الشيء الطريقه الثانيه ان كان تبع المنطقه والمكان هون بنعطيه انتي بي جي اف بس انه عباره عن حقن هيك حقن بيضل ياخذ حقن بتحط يعني اول بروتوكول انه اول ثلاث شهور بدك تحط حقن يعني كل شهر حقنه تمام جوات العين طبعا زي اللي حكينا عن الانفلمنتس ممكن يصير التهاب باطني تمام وبالتالي بحاول الواحد يعمل كومباين بين الليزر وبين بين الحقن مشان يتجنب اختلاطات الحقن مع انه الحقن طبعا مو ديستركتيف يعني الحقن عم بس عم يخلي الانتي بيجي يروح وبالتالي الوعي بتتراجع بدون ما يصير في انتباه على الشبكه. ليش عندي سؤال عندي سؤال بس في مجال السؤال؟ تفضل بدي اسالك لا وقت اقول انا عم بستخدم المخسر يعني انا عم بسد بس وقت يفتح الوعاء شو عم تسوي؟ بس وقت يفتح الوعاء انا بخسره مشان تسكره يعني شو الهدف من المخسر على الشبكيه بس؟ انواع توكن توكن وباقي الليزر توكن غير البي ار بي انواع تصدر نعم ليش تحط المخسر؟ نحن ما بنخسر الوعاء ما لنا علاقه بالوعاء نحن بدنا نكسر الشبكيه المقفره يعني ما فيها ترويه اسكيميك ريتينا تمام عم نعملها نيكروز عم نموتها بالمقابل عم نحافظ على المركز تمام زي الشبكيه المريض اللي عامل بي ار بي عامل تخثير كامل الشبكيه بس يفوت على محل معتمد دلوقتي منيح حتى يتعود على الضوء تمام بس بالبؤري لا بؤري عشان شايفين ان الدم عم دي عم تنز هي اللي مكثره مشان توقف الرشا طبعا اذا هي اختلاطات النمي ممكن يكون نفس الداء الشبكي نزل بالزجاجي انشد على الشبكيه تمام انفصال شبكي شدي واحيانا بصير انشاء ليفي الدم اللي كان بيحجب الرؤيه أهم استطباب قطرة زجاجي حقيقة أهم استطباب وأشياء استطباب هو إنه نزل زجاجي غير منتشر يعني استنينا عليه فترة طبعاً عم تختلف فترات الدراسة إنه قديش لازم نستنى عليه بس النهاية إذا هي البي آر بي اللي حكينا عليه وهي الصورة اللي بتذكر حكينا إنه هون في عنا توعي عالي في العصب البصري وهي عمل بلش عمل نزيف هون عمل ليزر هون ندبات الليزر هون الإنشاء هي الشد على الشبكية تمام هذا بده قطع زجاجي وهي قطع زجاجي مو بس نقطع كمان قطعنا ونظفنا وفكينا الشد على الشبكية بدنا نعمل علاج أساسي اللي هو البي ار بي ولا بيرجع يطلع مريض وعين ما زال في شبكية مقفرة مع تبديل البي جي عم يطلع وبالتالي عم يتنمى أوعية جديدة لذلك بدنا نعمل ليزر حتى ناخذ حارسة هلا اليوم رح نحكي عن ايج ريليتد ماكرو جنريشن او اعتيادات الضغط الشيكي واللي كمان شائع كثير خصوصا اللي هي هناك اوروبا هو السبب الاشيع للعمى او لتدني الرؤيه اللي بيصير واحد بده مساعده المبدا انه اول شيء عندك ما صار الحركه ضعيف يعني استقلاله ما عاد كامل تمام لذلك بتصير عندنا حبيبات دهنيه عم تتجمع بالاطراف بسموها دروزن تمام دروزن او الاجسام الهرمية هي البقعة الصفراء اللي بمنطقة على الجوسي بتطلع أوضح تماما هي البقعة الصفراء الصغيرة يعني الحبوبات اللي بتوضع تحت الار بي تحت الابيتيليوم الصبغي وهي الحقيقة بحد ذاتها يعني إذا ما اجت تحت الحفيرة تماما ما راح تغير شيء بالرؤية لكن المشكلة إنه هي بتغير تعمل ضمور للار بي المستقبلات الضوئية أو المحللات تكون موجودة وبصير نتيجة الضغط اللي صاير الاستقلاب السيء بنلاقي إنه في أوعية جديدة عم تطلع كيف المثل السكري عم تطلع أوعية جديدة هون تحت الشبكية وعم تبلش تنز البلازما تحت الشبكية
طبعا استثار يعني هو ده اللي بنطلع مع هذا الرؤيه راح تسوق الحالات السيئه ممكن يصير في نزيف وبالتالي راح تنزل تحت الشبكه تمام وانتم على مريض راح يشوف عتمه ايجابيه على هو درجه النزف او ممكن يكون مطلقه او نسبيه هلا هون هي الدرجات هسه تبعا زين هون احنا عم نشوف هلا هون عم ننزف تحت الشبكيه هون عم نزح واسع المنطقه كلها انفصال شبكيه ونزفي تمام هون بسموها الكونتيوب بس يعني صار مثل كانه عباره عن كاذب بسموها رم كاذب يعني عباره عن كائن في نزف ونزف متليف تمام وصار يعني فايبرز تشو تحت الشبكيه تمام بنشيله بيستفيد المريض لا ما بيستفيد ليش؟ لانه جاي تحت الارضيه يعني عم نشيل عم نشيل بنقعد فكره الستر عم نشيل الارضيه تمام؟ اذا هي التصوير الفلوسي بورجينا الشبكه الشبكه الوعائيه تحت الشبكيه تمام بالمرحله الاولى باي مرحله بتطلع هي الشبكه الوعائيه هي؟ باكر ولا متاخره؟ باكر ليش باكر مش متاخر؟ من جاي من جد من جاي الشبكه تبعي من جاي؟ من تحت الشبكيه ولا من المشينيه ولا من الصلبه؟ المشينيه وبالتالي طبعا هي بتطلع الطور المشيني يعني قبل الشريان يعني اول طور شيء متبلش تبعها بكر حنشوف هالشكل هذا تمام؟ وبعدين بالمراحل المتاخره مثلا الوليد مو متعبي شايفين؟ الوليد مو متعبي هون بالمراحل المتاخره الوليد شو صار؟ رح نلاقي انه صار في نزح تحت الشبكيه. علاجها انتي فيجيتال تمام؟ هلا النوع الثاني وهذا الاشياء حوالي 90% من ايج التيرال الشيكي اللي هو النوع الجاف يعني التيرال الشيكي بياخذ شكلين يا اما شكل ضمولي جاف يا اما شكل نتحي رطب. حكينا عن الرطب هي شكل جاف. شو جاف يعني؟ يعني خلايا الار بي اي والفوتوريسيتس عم يتاكل. فاول شيء بنلاقي انه بنلاقي انه اذا ضربنا هي المنطقه بنلاقي انه هون صارت اوعيه المشينيه الكبيره اللي تحت الشبكه صارت مبينه تمام؟ هون هي بعدين المرحله الاخيره المرحله هي مثلا الاوعيه المشينيه هون لكن هون شو فيها انه هون الصلبه هي الصلبه المبينه يعني متاكله صارت متاكله بحد تمام؟ علاج ما لا علاج فقط مساعدات عصبيه يعني ناخذ شغله شيء مكبره او شيء شغله ثانيه نشوف وهي التجمعات اللي بتبدا بالصلاه فيها كثير انه يعني بما انه ضمر محل احيانا بيجتمع بشكل حلقات صغيره. هلا الانتي في جي اي هي كثير ممكن تفرزوها على الاقل الاولانيه اللي هي مستعمله بالسعوديه كثير بباس الزمار لاباستين رنين الزمار لوسانتس فيفر سيفتي اللي هي وبرونس الزمارات اخر واحد كانه صار كان جديد هذا وبعدين كان وقف. طيب هلا بنحكي عن شغله ثانيه كيف بدنا نتابع مريض اللي عنده مثلا اللي عنده دروزن كيف بدنا نمسكه باول لانه نمسكه باول وبس يبلش يطلع اوعيه جديده وعم يتنزنز طبعا الجاف ما رح نسوي شيء بس فقط مراقبه لانه احيانا بعض حالات الجاف ممكن يقلب رطب لكن الرطب اذا لاحظنا انه اول شيء كيف بدنا نرطب اوله يعطوه شبكه مثل الدفتر الانجليزي هيك بيجي خطوط تمام وكل يوم بيلبس نظارات الرايه تبعه بيطلع على فيه حاطين بالنص حاطين نقطه سوداء اسمها شبكه امسه بيطلع عليها هو هيك تمام سكر عين تاكل عين لوحده الفحص وبيشوف الخطوط هي مايله معوجه في شيء غايب منها الى اخره اذا لقى فيها شيء مباشره بيجي عند الطبيب ساعتها بس اذا معناتها هون في بدايه نعمل له او سي تي نعمل له فلورسي انجيوغرافي وساعتها اذا في فعلا تغيرات يعني في اوعيه تحت الشبكيه عم تعمل نزل عم تكلوز الفيرال فساعتها بلش له حقن الانتي في جي اي. هلا المرض الثاني اللي بنحكي عليه هو مرض اثار الشبكيه الصدادي اللي حكي لكم بس العلامه الاساسيه تبع العشاوي وكل ما تزداد الامور فالعشاوي حتى شو في صار في الخارج ولا عصب؟ عصب هيك صار محيطية أكثر، عنده مشكلة بالليل، الصبح ما في شيء، زلمة مركز كويس، تمام؟ لكن بالليل عنده مشكلة، التغيرات، خليك معنا سؤال فحص أكيد، شحوب المشكلة، ضمور حول العصب بصري بشكل الشمام ما فيش زلمة الشمام، أوعية دقيقة، تمام؟ وتصبغات شغوية، يعني
أعتقد أشتعي في كل شغلة شغلاية استطلاعات شغلوية على المحيط. هلا أحيانا مش بعض الحالات تكون ما في استقامة كنا نعرف كمان نفس الشيء أو عيد علينا ضامرة وتخطيط الشبكية كهربائية يكون خامل تخطيط الشبكية كهربائية يكون ثاني علاج الإزالة ما فيه كثير علاقة بزواج الأطفال كثير علاقة بزواج الأطفال ريتينوبلاستوما الورم الجذعي المغطي بعد الشبكية تمام كمان سؤال خاص هو تشخيص تفريطي لحدقة بيضاء تشخيص تفريطي لحدقة البيضاء شو طبعا شو يدخل هون يدخل السلم يدخل النسل الزجاجي يدخل الاتصالات الشبكية يدخل 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 لك بأعمار صغيرة قدرنا نفكر ب نمتين انه هو عنده ورم جذعي شبكي شو علامات هذا الورم الجذعي الشبكي؟ من شايف حدقة بيضاء أو يسمى عين القط عين القط تمام العلامات الأساسية هي الحدقة البيضاء رقم واحد والشغلة الثانية بأنه ما عم نشوف بالعين هاي حصير عندنا حول تمام بعض الحالات المتأخرة نتيجة من الورم رح يتفادى العين وراح يصير عندنا مفتالوس يعني عين بقر كبيرة تمام أو رح تعمل شنتنج يعني تعمل مثل ضمور بتليق على بعضها طبعا في حالات أكيد ننفي إنه ما في امتداد خارج العين عن طريق العصب البصري العلاج الأساسي للعين الأولى هي إفصال العين تمام لكن 25% من الحالات بيكون في العين الثانية هلا ما له علاقة ببعض كل واحد لوحدها كل واحد لوحدها إذا في العين الثانية بيكون في كمان إصابات جهازية تمام ممكن يكون بالدماغ لذلك هذا بيستدعي استفصال كامل للعين الثانية إذا أطلعها يعني إذا عين فيه ورم عين ثاني فيه ورم صغير ممكن علاجه كيميائيا أو بالأشعة إذا هي ورم جذع الشبكي تمام وانا عامل اتصال شبكية هاي شو نوعه؟ اتصال شبكي شو نوعه؟ نتفي تمام طيب اتصال شبكي شقي هي هاي طريقة جديدة اللي حكيناها إذا ثلاث أربع مدافع واحد من الضوء لاحظوا طبعا
طريقه الفوكر اللي يكون عند الزجاجه كيف مبين، لكن هون بنطلع مثلا ديفيوز ما عاد مبين شيء. اما هون ما حد مطالع الضوء لانه حواليه عتمه مبين الزجاجه تماما. هذا الزجاج في تغيرات اتصال الشبكيه عنده على شكل نص العين، هذا المنطقه المحشيه فيها الفاصله. هلا بنلاحظ انه الشبكيه هون لساتها كويسه، ما حكى عم يشتغل قطع لانه عين طريقه اغلب الجراحين اللي عم يبتلوا الطريقه لانه ما في رد كثير على العين ولا حشوه بلاش دفش العين تغير شو عم يصير؟ هلا عم نوقف محيط الشبكية هو تمام. هذا الشق الشبكية اللي تركته له، هذا الشق الشبكية تمام محاور الأبيض اللي بيرجع بنقطة منيح هو هون عم يشيل المنطقة المركزية طبعا الإنشاء المحدد الباطن للشبكية بالمركز مشان ما يعمل أحيانا لأنه وسخ العملية بيجي على مركز الرؤية، وعلى مركز الرؤية بيعمل يمكن غشاء مجعد الشبكية، فهو بيشيل الـ ILM على الشبكية بدون ILM ما بيلزق هذا الخلايا، وبالتالي بضل سطح اللطخة نظيف. هذا الغشاء اللي عم يشده الميكرونات طبعا الميكرونات يعني على 1000 ملم. لو عم ننظف محيط الشبكية هي محل ال ايه؟ عمش عمش بقى. هلا أنا شو اللي هي حافة الشبكية هي حاشية مشرشرة اللي حكينا عليها، هي المنطقة شو اسمها هي؟ المنطقة المساة على جسم الهدم، إذا بتلاحظوا من شوي على الطرق بصير يبين معكم بتلاقوا القسم المثنى من جسم الهدم، محل الزوائد اللي فيه، هي اللي بتبرز الخط المائي. طبعا الشغل يعني كثير دقيق ونظيف الى اخره، حتى يقدر يشتغل بالطريقه هي. وهي اي شو هي اليوم اللي فيها الطرف هذه؟ هذا الطرف العدسي، لانه ما في اذا بليوره هو ما في صعب يشتغل بالطريقه هي، لانه بصير البروب تبعه بيضرب العدسي بيقول له رايح يعني جسم الدوري. اذا هي ثلاث صغيرين طرفها هي الطرف العدسي المزروعه، هي العدسي المزروعه. وهي خزعه المحفظه امانيه تمام؟ العدس محطوطه بالباب، لو عم ننظف ورا العدس هو. ساعتها تمام، هلا ايه، هي بنلاقي شق الشبكيه هون، وعم يعمل الليزر حواليه، تمام؟ اذا لازم ابيض بس التخفيف حراري هلا هون حرق عباره عن حرق، ما بعد فتره بيتندب هذا، تمام؟ لذلك بدنا نحط تمرينين تحت هاي الشق الاساسي تبعه اللي فات ان شاء الله هو تمام؟ هلا هلا وقف هي الشلموني، هي الشلموني عباره عن شلموني بسموه فوتني فوت مزمار الحي يعني، فبيحطها هون. هلا بلش يفوت هواء على العين، بلش يفوت فقاعات الهواء، فقاعات الهواء كل ما عم تكبر، وهو عم يسحب السائل من هون بالمنطقه هي تمام. هلا بس سحب بس نزلت شوي لهون، برجع لهنيك بسحب الباقيه هنيك هون كمان، عم يرجع يسحب عم ينشفها للعين، عم ينشفها، خليها مثل الطابه تماما، ما في سوائل، وجود السوائل رح ترجع تفصل الشبكيه، هلا عم ينشفها هي عباره عن بس بوريه، شلموني عادي تمام؟ بحطها بسحب السائل، برجع لهون بسحب السائل، هلا نشفت تماما، حط شويه مي مشان بس يرطب اللقاط، ما تنشف بالمره يعني، بما مشان شو؟ بما يعمل ليزر حوالين الشق الشبكي. نعمل ليزر حوالين الشق الشبكي الحين صارت مثل الطارم عبايه هواء كلياتها، في نقطتين مي هون اللي حطوا مشان مادتين، عمل ليزر حوالين الشق الشبكي وحوالين الشق اللي هون طلع عنده تمام؟ ولا بقى خلصت العمليه بده يحط بده يسحب اذا العين نظيفه مثل هون يعني احلى من هيك ما عاد يصير هي الحاشيه المشرشره بتتضايق او اللي وهي الادوات اللي فايته جوات الادوات اللي فايته جوات العين بعد عم تفوت
الهواء الهواء حاليا. بدايه عندك عم تفوت مي تمام، محل عم تفوت اضاءه تمام، سحب المي اللي كانت موجوده لحطه مشان ما تنشي، وهي الاربع فوتات اللي هي المداخل عم يسكرهم بإطار في عالم ما بتسكر، بس هو منظف بشكل جيد فبيحاول يسكرها مشان ما يصير التسريب تمام. هلا بالحال هو عم يطلق على الهواء، لكن بحالات اذا كان لقينا الموضوع مو مريح بالشكل هذا بنحط غاز او زيت سيليكون، والمريض بعد فتره بيكون ندب الليزر صار قوي بنسحب الزيت تمام. بس الالم بيساعد يعني دكتور حد شو معه بالسادة؟ مساجر كثير شكل كمان سادة؟ لا لا وعادل سادة. لا رح بزونس على الاطراف احبال المي احبال النعمه كثير. العمليه شلون بتصير؟ بتفتح فتح كيف بدك تخلص من القطر جرح صغير، بس كيف تخلص من القطر؟ لانه اي جرح بدك تفتح على العين تمام؟ بنعمل اي قرنيه بنعمل الجرح هيك تمام؟ فضغط العين شو بده يساوي؟ بده يسكر الجرح تمام؟ العميل الجرح نحن هيك تمام؟ فالسائل رح يطلع دغري هيك، العين بدها في قطر. لما بتعمل الجرح بهالشكل هذا تمام، الضغط الجواني رح يضغط على الشفه الخلفيه للجرح على الشفه الاماميه ويسكر الجرح تمام. فهي الطريقه بحيث تصير الجرح مغلقه على الجروح الصغيره تمام. اول شيء بنفوت لجوا بنحط جيل جوات العين، بعدين نعمل خزع هي مثل الطابه، نعمل خزع للمحفظه مثلا مغطى على الطنجره تمام، ننظف النوكليوس الجواني تمام، بعدين بننظف القشر تمام، بعدين بنزرع العدسه، بعد الدرس العين بشكل عام وبنسحب وبنسكر الجرح محل هذا القطعه هي اللي بتختل شوي السيروم كان مشان تلزق بالزايد على بعضها. هذا من النقطة. نعم. الثلاثة اللي عندنا. ثلاثة. إيه. صار لكم شو؟ هذا. شركة لا دكتور؟ ايه كلها مو كلها، لاحظت الدائرة هي فتح
دائرة تبع على الزيت اللي سحب المحفظة اللي قوة مي هي كان في طلع مي عم يحتل مي مشان تفصل المحفظة عن القشر وعن النواة. هلا فصلت المحفظة صارت يعني النواة جوات عم تدور صارت جوات المحفظة سهولة مشان ما يعمل شد على الزورز على المطيقات. هذا جهاز البروك راس البروك على الفيكو وعلى مثل مثل هذا الكسر في زيت تقريبا كربلات وصفية هيك بهز بحيث إنه يفتتها تمام. لحظة بتفوت لجواتها بيقسمها بالهي هي في لها شفرة صغيرة هون بشد على بعضها هي تمام هي لهني بتقسم نصين تمام. هلا عادة بيرجعوا بيقسموا نصين ثانية مشان ما يغيروا عم يمسكوا يعملوا نص بنص مشان يستعمل ضل عندنا الابينيكوس حوالينا تمام. هذا الابينيكوس عم يسحب الضل يعني نفس المبدا بس اطره تمام اطره مثل المؤسسه مثل النواه شفت النواه قاسيه يعني والعم يضل هون هذا هو القشر هلا شال الابينيكوس الفاكو تمام يعني هو القشر المحيط بالنواه تقريبا تمام الاطلاع بياخذ ازاز ثاني انعم من هيك ما بتعطوه الجرسام دي بس تفوت مي وتطلع مي بس بدها بخواش تصير محل ما بدك تسحب مشان تشيل هالقشر المتبقية على المحفظة ها؟ هي فتحة طبعا يسحب من مشاكلنا وين عم تطلع مي من جناب كنت مي تطلع هون بفوت تسحب الحرارة عم ينظف محفظة فيه شوي بشكل عام تنظيفة تمام. طب هي حاط شو هلا حاط بيسكرس هي المادة الجيل تمام عشان ما تكون تسمعه بعدين بقى بنزرع عدسة العدسة تكون مطوية هون من هالمحفظة هذا وبعدين بفوت لجوا الضيق لازم يرسل المادة اللزجة تمام يسكر الشبكة دكتور وجود الفيسكولاس بيمنع انه العدسة وجود الفيسكولاس بيمنع انه العدسة تاخذ تفرز الفيسكولاس بيمنع انه العدسة تفرز جوات المحفظة لا هو هذا النوع العدسة ما بتعمل اي بقى جيب بس عشان الغلطة نعم مطابقة.